بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، اهلا وسهلا بكم بالسيشن الثالث من الهيلث اند ديزيز اللي يحكي عن المشرنج ديزيز ان بوبوليشن. من خلال لين الاوبجكتيف الاول راح نعرف شنو هو الانسيدنس وشنو هو البرفالنس، تعريف كل واحد منهم، وراح نوضح الفرق بيناتهم وفائده كل واحد والقانون الرياضي الخاص بهم ونحل مساله عليهم. و بالفقرة الثانية راح نعرف العلاقة اللي تربط بين الانسيدنس اللي هو معدل الوقوع والبريفالنس معدل الانتشار والمتغيرات اللي هن الديث والكيور اللي اكو رسم توضيحي بالاخير راح يوضح لنا الفرق بيناتهم. الليرنينج اوبجكتيف الثاني والثالث والثاني راح نرجع لهم بعد ان نخلص الليرنينج اوبجكتيف الاول. بالنسبة لهذا السلايد والوراء راح قاعد يوضح لنا شنو هو الانسيدنس وشنو هو البريفالنس. خلنا نجي للمعادلات القوانين مالتهن شوية أسهل توصل. بالنسبة لي الانسيدنس يعبرون الانسيدنس ريت يرمزوا له بالرمز IR، الاي انسيدنس والريت معدل الوقوع. شو يمثل هذا؟ يمثل نيو كيسز عدد الحالات الجديدة على التوتال بوبوليشن الضربة في البريدية الفترة الزمنية. من تخلص راح يطلع قيمة صغيرة، لأن احنا قاعد نقسم راح تطلع بالبوينتات، لان احنا قاعد نقسم النيو اللي هم اعدادهم مو كلش كبار مقارنه بالتوتال بوبوليشن في فتره زمنيه، فراح تطلع قيمه كلش صغيره. احنا راح نجي نكبرها نضربها في 1000. يجي واحد يسال يقول اقدر اضرب في 10000 في 100000؟ حسب كلام الدكتور تقدر تضرب، بس قال الدكتور انه احنا اكثر شيء ماشي عندنا من بدايه هذا الديزيز لحد النهايه انه كله نضربه بير 1000 بير 1000، شيء يعني صار عندنا مثل الستاندر. مو معناها ما تقدر تضرب في 100000، لا تقدر، بس يكون تكتب بير 100000، من تضرب يكون تكتب بير 100000. فاحنا هنا طلعنا الانسيدنس ريت النيو كيسز على التوتال بوبوليشن في البيريد، يطلع عندنا الرقم نضربه في 1000. بينما هسه اعطيكم مثال على الانسيدنس ريت، اجى واحد قال اريد معدل الوقوع ل كوفيد 19 بسنه 2022، اجى هو حسبها خلال سنه كامله النيو كيسز طلعوا مثلا 150 واحد. هو رادها بالنجف، عدد سكان النجف تقريبا 1,500,000 واحد، شوي اكثر. الفتره الزمنيه هو بس بسنه 2022، ليش؟ لان هو قال اريد معدل الوقوع لسنه 2022، يعني تاخذ شو سنه واحده تضربها في واحد راح تطلع عندك قيمه صغيره تضربها ب 1000 عمود شوي تكبر، وهاي اجباريه يعني لازم تضرب فيها. زين، واحد قال لا اريد معدل الوقوع لسنة 2022 و2021، فنفس الشيء تحسبهم الدور الفترة الزمنية تسويها سنتين مو سنة واحدة. زين، بالنسبة لي البريفالنس معدل الانتشار يرمزوا له بالبي ار بريفالنس ريت. زين، شنو قانونه؟ عدد الكيسات مقسوم على التوتال بوبوليشن. الكيسات هذني يشملن القديمات والجديدات، شكو كيس موجودة وين موجودة عندنا، واضح؟ زين، أنا مثلا قال أريد معدل الانتشار كورونا بالنجف، فأنت شو تسوي؟ توتال بوبوليشن مال النجف هو 1,500,000. زين، هو 1,500,000. زين، الكيسز الموجودة مع الكوفيد 19، شكو واحد عندك مصاب كورونا تجيبه بغض النظر، وتستثني من ذلك اكيد خو احنا ما نجيب الدث ما نحسبهم ولا الكيور المتعاجين، شكو واحد عندك مصاب تجيبه وتحطه سواء القديم والجديد، سواء استوى مصاب او مصاب 2018 او 2001 انت تجيبه وتحطه. زين، بالنسبه للبريفالنس تكون اما تحسب لها بير 1000 يعني تضربها في 1000 او نسبه مئويه، واضح؟ اكثر شيء استعمال بالبريفالنس ريت اكثر شيء نستعمل هو النسبه المئويه. زين، هنا انا راح يبدي يعيد نفس الحكي. شو يقول؟ يقول يا بانه الانسيدنس ريت ذا نمبر اوف نيو كيسز، مثل ما قلنا احنا حسب القانون الرياضي هو نيو كيسز، يركز على اليمن على نيو ايفنت. نيو ايفنت هي معناها نيو كيسز. هسه نجي الى شغله كلش مهمه، هي فائده شنو الانسيدنس. احنا قلنا راح نعرف تعريف كل واحد منها. التعريف تقدر انه من خلال القانون الرياضي تعرفه، وراح نعرف قانون كل واحد منهم وفائده ومساله. الفائده مالتها مال الانسيدنس ريت انه نراقب الحاله الوبائيه،
مثلا بسنة 2020 طلعوا الانسيدنس ريت 10 بير ألف، واضح؟ يعني 10 بير ألف، بينما في 2000 ايش قلنا 2020 10 بير ألف، 2021 قلنا صارت مثلا 100 بير ألف، يعني 2020 10 بير ألف، 2021 100 بير ألف. فش حصلنا من هاي المعلومة؟ شو استفادنا؟ أنه الحالة الوبائية بسنة 2021 هي أسوأ من الحالة الوبائية بسنة 2020. هي هاي الفائدة. لأن أنا مطينا مثال، مو حفظ هذا المثال، إحنا طينا مثال على كوفيد 19. زين، بالنسبة لي البروفيلنس شو يقول؟ يقول the number of people affected by disease. يعني شنو قصد هاي؟ يعني يقول لك عدد الكيسات، عدد الكيسات، لأن الناس المتأثرين بالديزيز هم شنو الكيس الموجودة حاليا، ويقول لك هاي الكيسات تشمل لنا الأولد والنيو، القديمة والجديدة، يحسب الناس والموجودين حاليا مصابين بالمرض. شنو الفائدة من عده؟ describe burden of disease، يعني يوصف لنا عبء المرض، وكذلك شنو يوضح لنا انه الاحتياجات، يعطينا ايش قد احنا نحتاج من الخدمات الصحيه. يعني اعطيكم مثال، انه اذا مثلا احنا عندنا معدل الانتشار مال المايوكارديال انفكشن في النجف 5000 واحد، فراح يوضح لنا انه احنا راح يعطينا فكره على عبء المرض 5000 واحد، وثانيا يفيدنا انه نعرف الاحتياجات، نعرف ايش قد نحتاج احنا خدمات، ايش قد لازم نوفر خدمات، اهميته في measuring of the need for service، انه راح تروح وزاره الصحه توفر ادويه، توفر علاجات، كادر صحي، تجي وزاره التعليم العالي تفتح مقاعد زايده لاهل الباطنيه، تخرج اهل الباطنيه هو عن شنو؟ عن نتغلب على هذا المرض اللي عندنا. هنا انا معطينا مثال على الانسيدنس ريت، معطينا يقول 301 نيو كيسز بيهم هيت اتاكت، ومن اصل 50000 واحد اللي هو هاي يمثل البوبوليشن، الفتره الزمنيه هي سنه ونص. فمن تجي تطبقها بالقانون تقول ان نيو كيسز على توتال بوبوليشن في البيريد 300 على 50000 تضربها في سنة ونص، راح تطلع لك هاي القيمة، نضربها في ألف على مود تكبر، فيطلع 4 بير ألف على year. زين، هنا أنا هو حلنا ياهم، طلعنا الناتج شنو؟ 4 بير ألف بير year. بالبريفلنس هم ماتش منطينا، منطينا التوتال بوبوليشن 1500 والكيسات الموجودة 80 واحد قال لك patient، فأنت شرح تجي تقسم 80 على 1500 ايش قد راح يطلع؟ يطلع تقريبا 53 بالالف، فتضربه في الف، اما انه الضربه في الف او تطلع لنا نسبه مئويه، فهنا ضاربه بالف نسوي 53 بالالف، ونطلع لنا نسبه مئويه صاير يعني ضربه في 100 صاير 5.3 100%. البريفلنس يقول لك انه بروبورشن وليس شنو ريت، انه نسبه وليس معدل. وهنا شيء يوضح، يقول لك انه بالبريفلنس احنا نقسم عن يمن على البيرسنز الناس او على البوبوليشن، بينما بالانسيدنس نقسم على البوبوليشن مضروبه بيمن مضروبه في البيريد، واضح؟ هذا المخطط يوضح لنا العلاقه بين الانسيدنس وبين البريفلنس، فهذا الحوض نعتبره اللي هو البريفلنس، هذا يعني شلون الصوندة قاعد تجري، هاي الانسيدنس، فإذا زادت الانسيدنس راح يؤدي ذلك إلى شنو؟ إلى زيادة البريفلنس. زين، هذا اللي الحوض هذا المزروف من جوه، أنه هذا يمثل الديث، يعني كل ما ماتوا ناس كل ما راح يقل البريفلنس، هذا في الشيء أكيد. والكيور هذا يمثل أيضا كل ما تعالجوا الناس أكثر كل ما قل البريفلنس، فراح يجي هنا شيء واضح، يقول إذا زاد الانسيدنس حسب احفظ هذا المخطط، اذا زاد الانسيدنس ايش راح يؤدي ذلك؟ الى زياده البريفلنس، هاي قال زياده البريفلنس. اذا الكيور زادوا او الديث زادوا، الكيور مور بيشنت او الكل زادوا، راح يؤدي هذا الى نقصان
البريفلنس. زين، هاي الفقره الاخيره شنو معناها؟ كيب ذم لايف لونجر، يعني اذا هذول البيشنت بقوا عايشين هواي ايش راح يؤدي ذلك؟ اكيد راح يزود البريفلنس، لان بيشنت على بيشنت على بيشنت البريفلنس راح يؤدي، راح يزود البريفلنس. زين، هنا شنو هاي يعني يوضح هاي العلاقه، توضح انه البريفلنس وهذا الانسيدنس وهذا شنو لينث اوف ديزيز، يعني اذا المرض الفتره مالته كلش طويل فاكيد هذا راح يؤدي الى زياده البريفلنس. ليش؟ لان مقارنه بالانسيدنس مثلا هسه الايدز يبقى 20 سنه 30 سنه، فبالتالي تشوف انه البريفلنس كلش عالي، بينما هسه مثلا كورونا كوفيد 19 تشوف الانسيدنس قبل ينصاب لو يتعالج لو يموت، فبالتالي الانسيدنس مالته هواي بينما البريفلنس قليل، لان قاعد يقل البريفلنس لو بالديث لو بالكيور. زين، هنا الشيء واضح لنا. ها وصلنا للليرنينج اوبجكتيف الثاني، نرجع للبدايه اللي هو الليرنينج اوبجكتيف الثاني. شو يقول؟ يقول describe the importance of the systematic variation، يعني انه systematic variation اللي هو راح يفيدنا كلش بمن بتحديد الريسك فاكتور المسبب مالت من مال الديزيز between two group. إذن أهميته أنه راح نعرف الفائدة مالت أنه راح نعرف مسبب الديزيز. والفقرة الثانية أنه أكو نيوسنس، هذن عوامل مزعجة، أما أن يرتبطن بالإكسبوجر أما أن يرتبطن ويا الريسك فاكتور أو يرتبطن ويا من ويا الديزيز. بما أنه ذكرنا الإكسبوجر، إحنا ندري أنه هاي أكو مصطلحات ثابتة بالهيلث ديزيز، الإكسبوجر والأوتكم. الإكسبوجر اللي هو الريسك فاكتور نفسه، هو الريسك فاكتور الشيء اللي أتعرض له واللي يسبب لي شنو؟ يسبب لي ديزيز، مثل ما مثل السموك التدخين، مثل الكحول، مثل الدراج المخدرات، هذين كلهم يعتبرون شنو؟ يعتبر الريسك فاكتور. الأوتكم اللي هي الناتج مال هاي الإكسبوجر أو الريسك فاكتور، الناتج مالتها اللي هي أما أن يكون لان كانسر أو أن يكون هواية مايوكارديال انفكشن غيرها من الأمراض. أعطيكم مثال، مثلا هسه مو شرط هذني الريسك فاكتور يكون خطرة، لا مو شرط، مثلا هسه إذا واحد أكل تمن وقيمة فهذا الشيء يعتبر إكسبوجر، النتيجة معته أنه يصير عنده شنو؟ يصير عنده كرش، فهذا أوتكم وهذا إكسبوجر، تمن وقيمة إكسبوجر، الكرش هو الأوتكم. فقلنا أنه أكو نيوسنس، عوامل مزعجة قد ترتبط بالإكسبوجر، والإكسبوجر عرفنا أنه هو نفس الريسك فاكتور. هسه هاي خصوصا هاي الإكسبوجر والأوتكم أكثر شيء راح تتكرر بالسيشن الخامس. زين، النيوسنس قلنا هاي ترتبط بالإكسبوجر، وبالتالي شنو قد ترتبط بالإكسبوجر وقد ترتبط بالأوتكم، وبالتالي راح يسبب لنا شنو؟ أخطاء بالقراءات مالتنا، وما نقدر نعرف المسبب، ما نقدر نعرف المسبب الحقيقي مالت من مال الديزيز. زين، نرجع للموضوع مالتنا هنا. شي قلك هل الأيدز له علاقة بالسكس with the multiple parents؟ يعني الأيدز هو الديزيز والسكس with the multiple parents اللي هو الإكسبوجر، هل هذا الإكسبوجر إلى علاقة بالديزيز؟ هل هو مسبب إلى أو غير مسبب؟ نفس هنا هاد ديزيز، هل هذا المرض اللي هو الأوتكم نريد نشوف أكو علاقة بينه وبين السيجار تو سموك؟ يعني هل السيجار الواحد الإكسبوجر الريسك فاكتور المتعرض للسيجار تو سموك، هل أكو علاقة بين السموك وبين هاد ديزيز؟ شلون نعرف هذا الشيء؟ نعرفه عن طريق شيء اسمه systematic variation اللي هو عكس random variation، أنه أستعمله على مود أحدد الريسك فاكتور بين التو جروب، بين تو جروب. ليش؟ لأن هذا ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا الدليل الكافي للمسبب مال الديسيز. الكوز هي نفسها الايتيولوجي، الايتيولوجي يعني علم المسبب، العلم دراسة الأسباب هو هذا. زين، نجي هسه هنا قاعد يوضح لنا بصورة أكثر، يقول إحنا نقارن بين compare level of exposure in two group of people and try identify the causal factor
of disease. يعني شو يقول لك؟ يقول لك انه احنا نقارن بين ناس اكسبوجر، ناس نعرضهم للتدخين، او ناس شنو ما نعرضهم للتدخين. وبالتالي فمن خلال هاي العمليه راح نعرف انه الريسك فاكتور هل هو مسبب او لا. وبالتالي اذا طلع مسبب بمنع هذا الاكسبوجر، بمنع هذا الريسك فاكتور، راح نقلل الديزيز. زين، هذا السلايد شيء يوضح. احنا قلنا اذا اريد نعرف بين جروبين، نقارن بين جروبين، مثل هنا قبل شويه قلنا كومبار ذا ليفل اوف اكسبوجر ان تو جروب. اذا اريد نقارن بين جروبين، جروب متعرض وجروب ما متعرض، فلازم ايش نستعمل؟ نستعمل الانسيدنس ريت ريشيو ونقارن. شوف قانون الانسيدنس ريت ريشيو شو يقول؟ ناش يقول اكسبوزد على ان اكسبوزد. فهذا القانون مالته، الرمز مالته IRR، خلي غير هذا الرمز مالته IRR. نستعمل الانسيدنس ريت مال اكسبوزد على الانسيدنس ريت مال ان اكسبوزد. هسه واحد يقول شنو قانون الانسيدنس ريت؟ قلنا انه نيو على التوتال بوبوليشن الضرب في البيريد، ولازم شنو؟ لازم نتخلص الضربه بألف عمود يطلع بير ألف. زين، تسمى incidence rate مع الاكسبوجر على incidence rate مع unexposed، راح تطلع عندنا قيمه. هاي القيمه نقارنها ويا الواحد. اذا طلعت تساوي الواحد فمعناها شنو؟ معناها الاكسبوزد والunexposed سواء دخنوا او ما دخنوا النتيجه واحده، فمعناها ماكو علاقه بين الريسك فاكتور وبين شنو؟ بين الاوتكم، بين الديزيز. معناها انه شوف المدخنين هم 10، الغير مدخنين هم هم 10. يعني دخنت ما دخن، يعني الجروب اللي دخن 10 صابوا، والجروب اللي ما دخن هم مات 10 صابوا. بينما اذا طلع اكثر من 2 شنو معناها؟ طلع النتيجه طلعت شنو؟ لازم هاي النتيجه تطلع نقارنها ويا الواحد، فطلعت النتيجه اكبر من 2، فمعناها شنو؟ الجروب اللي دخنوا وصابوا 10، والجروب اللي ما دخنوا صابوا ايش قد؟ انصابوا الجروب اللي دخنوا انصابوا 20، والجروب اللي ما دخنوا انصابوا 10، فبالتالي جيد راح يطلع 2 اكثر من 1، فمعناها association هذا الريسك فاكتور هو مسبب. عرفنا انه هو مسبب من مسبب للديزيز. اذا طلع الناتج طلع اقل من 1 فمعناها شنو؟ معناها الجروب اللي دخنوا هم 10 انصابوا، والجروب اللي ما دخنوا انصابوا 20، فهذا اندل فيدل على انه التدخين مفيد للصحة. حسب هذا أنه إذا طلع يساوي الواحد، الناتج طلع يساوي الواحد، فمعناها ماكو علاقة بين التدخين وبين المرض. إذا طلع أكبر فمعناها التدخين مضر بالصحة، إذا طلع أقل من 1 فمعناها التدخين سيئ للصحة. فهنا مثل هذا شي يقول لك؟ يقول لك يا بذا incidence rate in group هم هتراجع. هنا إيش قال؟ قال we can compare incidence rate between شنو؟ a group with a different level of exposure. شنو معنى different level؟ معناها يقول لك انه انت تقارن لو الاكسبوزد على ان اكسبوزد، لو شو تقارن لي؟ تقارن لي هاي اكسبوزد على ان اكسبوزد، على لو اكسبوزد. دائما اللي نقارنه نحطه فوق دائما، هذا في القاعده. زين، هنا شو يقول؟ يقول the incidence rate in group B higher than incidence. هنا قاعد يشرح يقول اذا الانسيدنس ريت بالجروب B اعلى من الانسيدنس ريت بالجروب A. شوف اذا الانسيدنس ريت بالجروب B اعلى من الانسيدنس ريت بالجروب A فمعناها شنو؟ راح يطلع 2 او يطلع اكبر من 1. فاذا طلع اكبر من 1 فمعناها شنو؟ معناها association the exposure or associate with a different rate of disease. اذا مرتبط ويا من؟ مرتبط ويا الديزيز. هنا شو يقول؟ احنا قبل شويه شو استعملنا؟ استعملنا الانسيدنس ريت ريشيو على مود نحدد اذا كان هذا الاكسبوزد او الاكسبوجر او الريسك فاكتور مسبب للمرض لو ما مسبب للمرض. اكو الى استعمال ثاني مو بس الديزيز، يعني هذه مو بس الديزيز نقدر نستعمله بيمن، نقدر نستعمله بالعلاجات، نعرف تاثير العلاج. الانسيدنس ريت ريشيو نقدر نستعملها على مود نعرف تأثير علاجياً، وبالتالي نقرر يا هو العلاج الزين. هنا شو يقول؟ يقول احنا راح نسوي نط علاجياً لجروب A وجروب B. جروب A هو العلاج القديم، وجروب A العلاج القديم، وجروب B هو العلاج الجديد. فهنا اعطانا مسألة عليها، قال يا بجروب A طيناهم
علاج قديم وجروب بي علاج جديد. فايش حصلنا؟ من الجروب اي 8 اهل العلاج القديم 8 ماتوا من اصل جيد من اصل 800 واحد، والجروب اللي اعطيناهم العلاج الجديد 5 ماتوا من اصل 1000 واحد. فاحنا المطالبين بشنو؟ انه نطلع الانسنس ريت مالتهم مال الجروب الجديد، مرات يسمونه ريت مرات انسنس ريت، نطلع الانسنس ريت مالتهم مال الدراج القديم والانسنس ريت مال الدراج الجديد. فشنو قانون الانسنس ريت؟ مثل ما ندري انه الكيسز نيو كيسز على التوتال بوبوليشن في البيريد، وهذا نضربه بمن في 1000. فهنا هو مقسم 8 نقسم 8 على 800. شوف 8 اللي هو نيو كيسز على 800 توتال بوبوليشن. البيريد الفتره الزمنيه ايش قد مطيها؟ هو مطيها 1 يير. فاذا 1 يير هو ما يحتاج حرب، بس تحط على المساحه 1 يير. ايش قد نقسم هذني الدور بالاخير ضاربها في 1000. ايش قد طالع عنده؟ طالع عنده 10 بير 1000. مو تنسون البير 1000. وهذا طلع للعلاج القديم. العلاج الجديد هم نفس العملية، وبعدين ضرب في 1000 طلع 5 بير 1000. الدور يطلع الانسيدنس ريت ريشيو، او هنا نسميها مورتاليتي ريت ريشيو، نفس الشيء. فراح تقسم الريت بي على الريت اي، هذني من ريت على ريت راح يروح عن هذني كله في 5 على 10. ايش قد طلع؟ طلع نص. زين، شنو معنات نص؟ هنا شوي يختلف. هناك شنو نقول؟ شنو نقول؟ انه اذا طلع 2 اكبر من 1، اذا طلع اكبر من 1 فمعناها شنو؟ معناها انه هذا الريسك فاكتور مسبب من مسبب للديسيز، واذا طلع اقل من 1 فمعناها شنو؟ معناها ما مسبب، ما له علاقه. زين، هنا شويه يختلف. هسه انت شلون تقدر تعرفه؟ تقدر تعرفه انه اللي اعطيتهم علاج جديد، قلنا دائما احنا نحط الجديد على القديم، اللي نريد نقيسه نحطه وين؟ نحطه فوق، حاطين بي اللي هو العلاج الجديد. فأهل العلاج الجديد من اعطيتهم هذا العلاج ايش قد انخفضت نسبه الوفيات؟ انخفضت الى 5، بينما اهل العلاج القديم ايش قد وفياتهم؟ 10. فهاي معناها شنو؟ معناها العلاج زين لو مو زين. زين، فهنا اذا انخفضت اقل من الواحد معناها العلاج زين، واضح؟ اذا صارت اكثر من واحد معناها هذا العلاج مو زين وبمورتاليتي ريت عالي. هنا شنو؟ هنا قاعد يشعل نيو سنس. احنا هسه خلينا نجي اول شيء نجمع الافكار مالتنا. اول شيء اخذنا بالليرنينج اوبجكتيف الاول اللي هو شنو، عرفنا شنو هو الانسيدنس وشنو هو البريفالنس. قانون من القانون احنا بس تذكر القانون، ها هي ذكرت كل شيء. الانسيدنس اللي هو قلنا النيو على، شوف ايش قد استعملنا قوانين الانسيدنس، النيو على التوتال بوبوليشن في البيريد ولازم نسويها بير 1000. البريفالنس الرمز مالته بي ار، كنا نستعمل الكيسات كلهن على التوتال بوبوليشن، ولو نسوي بير 1000 لو 100%. واضح الفائدة مال الانسيدنس اللي هي شنية؟ كانت نحدد نسوي نراقب الابيديميك، بينما الفائدة مال البريفالنس معدل الانتشار كانت انه نشوف عبء المرض ونحدد نيد اوف سيرفيسز، الخدمات اللي نحتاج احنا. واضح. واخذنا مسألة على كل واحد من اتن، ووراها اخذنا بالليرنينج اوبجكتيف الثاني يقول لك انه اذا تريد تعرف ان هل هذا الريسك فاكتور مسبب للمرض او لا، فراح نجي نقارن بين جروبين. زين، فمن نقارن بين جروبين راح اعتمدنا عليما على الانسيدنس ريت ريشيو، ونقسم على الانسيدنس ريت اللي احنا قاعد نقارنه استدي على الانسيدنس ريت مالت من مال اللي قاعد نقارن به. فبالتالي اذا طلعت القيمه مال الريسك فاكتور طلعت القيمه تساوي 1 فمعناها شنو؟ دخنت ما دخنت ما له اي علاقه. اذا طلعت اكبر من 1 معناها الريسك فاكتور مسبب للمرض، اذا طلعت اقل من 1 فمعناها الريسك فاكتور شبيه ما مسبب للمرض. اخذنا مو بس بالريسك فاكتور، اخذنا بالعلاجات. بالعلاجات قلنا نقسم العلاج الجديد على الانسيدنس ريت مال العلاج الجديد على الانسيدنس ريت مال العلاج القديم. مثل ما قاعد تلاحظون انه احنا ايش قاعد نقيس؟ نشوف نسبه اللي ماتوا بالعلاج الجديد واللي ماتوا بالعلاج القديم. فهنا ايش قد ماتوا بالعلاج الجديد؟ ماتوا 5، يعني اقل من 8.
فمعناه هذا العلاج شنو؟ هذا العلاج زين، مش قد طلعت أقل من الواحد، فإذا أقل من واحد معناه شنو؟ هذا العلاج زين. إذا أكثر من واحد فمعناه العلاج شنو؟ مو زين، ما أنصح به. إذا طلعت واحد فمعناها ماكو أي فرق بيناتهم، ماكو أي تأثير. زين، إيش يقول؟ يقول هسه هنا قبل لا نجي ها، يقول هنا أنه بالأمثلة السابقة عرفنا شنو الشو هاوس سيستماتيك فاريشن، مثل ما قلنا احنا انه اذا اريد نعرف هل هذا مسبب للريسك فاكتور، مسبب المرض او غير مسبب المرض، اعتمدنا على سيستماتيك فاريشن واضح، وبعدين اعتمدنا على قانون السنس ريت ريشيو بتوين تو جروب اي كان جيف، يعطينا فد معلومات انه هل هذا الريسك فاكتور مسبب للمرض لو لا، وكذلك استعملنا على مود نعرف تأثير كل علاج نقارن بين تأثيرات العلاجات. زين، يقول هذني السيستماتيك فاريشن، هذني اللي استعملت انت العمليتين عم تعرف هل هذا الريسك فاكتور مسبب للديسيز لو لا، او هل هذا عم تعرف الفرق بين علاجين، مرات شي يصير به، مرات يصير بنيوسنس. هذني النيوسنس شي يسوون؟ يغير القيم، واضح؟ يعني مثلاً إذا القيمة المفروض تطلع واحد أو اثنين راح يخلي لك إياها تطلع ستة، وبالتالي هذني النيوسنس أما أن يرتبطن بالإكسبوست أو أن يرتبطن مثل ما حكيناها بالبداية باللانينج أوبجكتيف، قلنا اللي هي الفقرة الثانية، قلنا أما أن يرتبطن بالسبب أو يرتبطن بمن يرتبطن بالنتيجة، وبالتالي يغيرن شنو الدراسة مالتنا. قبل أن نأخذ هذا السلايد نجي هذا نرجع له هسه، نجي لهذا شو يقول؟ يقول أكو منطقتين، هاي منطقة وهاي اللي هاي منطقة ساحلية تعتبر، وهنا ببقية اليوكي. أي فهنا منطقتين، هنا بورنموث اللي هي منطقة ساحلية صايرة بجنوب اليوكي المملكة المتحدة، و قاعد يقارن بين معدل الوفيات بالسكين كانسر بين شنو منطقتين، هي بورموث هي منطقة ساحلية وبين بقية اليوكي، واضح؟ المورتاليتي ريت اللي حصلناه اللي هو شقد يساوي؟ يساوي 5، يعني 5 أكبر من واحد لو أقل من واحد، أكبر بواي من واحد، يعني معناها شنو؟ معناها هاي المنطقة غير صالحة للسكن، هادشي معناها. زين، إيش قاعد يقول لك؟ المورتاليتي ريت 5 تايمز هاير بورموث than the rest of the UK، أنه بالبورموث أكثر 5 مرات من شو اسمه. فهسه من واحد يجي يقول بما أنه منطقة ساحلية ومعرضين للشمس، إذن فمن المسبب؟ إيش تتوقع قبل لا نقرأ هذا البات هذين الفقرتين؟ إيش تتوقع؟ تتوقع أنه المسبب هو الشمس، أنه تعرض لأشعة الشمس أدى إلى ارتفاع المورتاليتي ريت مع السكين كانسر، وبالتالي أنت بس راح تسمع هذا التقرير بعد شباش الغرفة ما تفتح. ايش تخاف على تخاف على الهيلث مالتك، على الصحه مالتك. فبالتالي اجوا العلماء دققوا هاي المعلومات، شافوها ما ادري شنو، ايش تبين؟ تبين انه البيبل ريتاير، يروحون الناس المتقاعدين يروحون لهاي المدينه الساحليه اللي هي البورموث. هاز وان افريج، الناس متقاعدين المعمار وكبار وراح يروحون لهذه المنطقة الساحلية، فبالتالي معدل الناس الكبار الموجودة بهاي المنطقة الساحلية أكبر بهواي من من بقية الريست يوكي. فمن إجا قاس ما أخذ بنظر الاعتبار عامل العمر، ومثل ما تدرون أنه السكين كانسر يصيب الأولدر أكثر من اليونجر، فبالتالي هو ما أخذ عامل العمر، فصار أكو هذا الفرق الكبير. إذن الأيج اعتبر شنو؟ اعتبر نيوسنس. الأيج اعتبر نيوسنس أو كومفاوندر، دخل وارتبط بمن؟ بالنتائج، وارتبط بالأسباب، فبالتالي أدى إلى تغير هذه القيمة. فنرجع حس لهذا السلايد، شي يقول لك؟ يقول لك أنه وإحنا قلنا نيوسنس، نيوسنس قد تكون عمر الأيج، أو قد تكون السكس اللي هو الجنس. فيقول لك الـ age and sex are strong determinants of health rate ratio، يعني محدد كلش مهم بالـ rate ratio. فهسه إذا تقارن الـ older والـ younger
اذا كان مرض يرتبط بالاولدر اكثر فش راح تكون؟ راح تكون كلش هواي اكبر من الواحد. زين، فبالتالي هسه احنا شنو راح نشوف؟ هذا المخطط هنا الاكسبوجر مثلا السموكر، او نجي على المثال مالتنا هسه هو نفسه اللي هو المتعرضين لاشعه الشمس، وهنا ايش راح يصير بيهم؟ راح يصير بيهم سكن كانسر. اجل ايج ارتبط ويا ارتبط ويا السبب، واضح؟ وارتبط ويا ارتبط ويا النتيجه، فبالتالي ايش صار؟ صار كونفاوندر. هاي النتيجه ايش راح تؤدي؟ هاي النتيجه اذا كانت المفروض تطلع 1.5 1.6 راح يصير بيها خطا، راح يصير بيها ميوتيشن، لان الايج راح يغير هاي القيم. الايج اعتبرناه شنو؟ اعتبرناه كونفاوندر. الكونفاوندر شنو هو تعريفه؟ الكونفاوندر انه اكسبلين اول اوف بارت اوف شنو اسوسيشن بتوين ذا اكسبوجر اند ديزيز، اكسبوجر اند ديزيز، انه يرتبط ان يتداخل ويرتبط ويأثر هذا الايج او الكونفاوندر يترابط ويتداخل ويأثر على يمن على الاكسبوجر، ويأثر بيمن ايضا على الاوتكم او على الديسيز. فبالتالي الاختلاف الموجود بالايج احتمال شيء يسبب لنا خلل بيمن وعدم دقه بالارتباط وبالسبب الحقيقي للديسيز. احتمال احنا حددنا انه السموك والتدخين هو شنو؟ هو السبب لللان كانسر، ولكن بسبب انه الايج او المنطقه ملوثه من الاصل او فشي، فبالتالي ادى الى شنو؟ ادى انه عدم ظهور النتائج الحقيقيه ومعرفه السبب الحقيقي للاوتكم. هنا قاعد يوضح المثال ذاك اللي اخذناه من هذول المتقاعدين، انه من اخذ الكرود مورتاليتي ريت ريشيو اللي هي اخذ مثل ما موجوده، ايش قد هو طلع عليها مثل ما موجوده، ايش قد طلعت له؟ طلعت له 5 بدون ان ياخذ عام، بدون ان يلقي اي اعتبار لعامل العمر. ولكن على مود يتفادى هذا الشيء ايش سوى؟ هو سوى ايج سبيسيفيك، هذا راح ناخذه هنا، قسم المناطق واخذ مثلا الكباريه الموجوده بهاي المنطقه الساحليه والكبار الموجوده وين؟ باليوكي، وشاف الفرق اللي بيناتهم. طلع الفرق اصلا 1.2، طلع الفرق 1.2، يعني النسبه كلش تختلف. شفتوا شلون الايج سبب هذا الميوتيشن؟ فبالتالي انه الكونفاوندر اللي هو الايج سبب يعني ميوتيشن. ليش اقول ميوتيشن؟ معناه شنو؟ معناها طفره، يعني سبب انه طفره بالرقم، كان الرقم المفروض 1.2 صار شنو؟ صار 5. فهاي هيك يعني من يمي على اسميها ميوتيشن، بس هو شنو؟ خطا يعني مستيك تقولوا. فهنا راح نشوف لنا طريقه ثانيه على مود نقدر نتجنب هذا الكونفاوندر، اللي هي شنو هاي الطريقه؟ اللي هي ايج سبيسيفيك. راح نقسم العمر نفسها الانسيدنس ريت ريشيو اللي هي IRR، او هم مرات يسموها مورتاليتي ريشيو، او شيء يسموها بس ريشيو، كيفكم نقسم الريت على ريت، يعني الانسيدنس ريت على الانسيدنس ريت الاكسبوز على النون اكسبوز. ولكن هالمره شنو؟ ما راح تطلع عندنا انسيدنس ريت ريشيو وحده، راح تطلع عندنا وحده واثنين وثلاثه واربعه، حسب شنو؟ حسب الجروبات اللي راح نقسمها. مثلا احنا نريد نشوف نفس هذيك المنطقه اللي هي مال هاي المنطقه الساحليه، فهالمره ايش راح نسوي؟ راح نجي نقسمها الى ناس شباب هاي المنطقه ونقارنها ويا ناس الشباب الموجودين باليوكي، الى ناس متوسط يعني نقارن انهم حديثي الولاده، ونقارن بين اليونجر، ونقارن بين اللي اعمارهم من 20 الى 30، ونقارن من 30 الى 40 و40 50، يعني نقسمهم الى شنو؟ الى مجاميع، كل مجموعه وبها specific age group. شوف compare with each age band، يعني انه من 20 من الى 24 years old بهاي المنطقة at high risk than، نشوف هل هذا السؤال هذا عود يريد يختبرك، انه
هل الأعمار من 20 إلى 40 الموجودة بهاي المنطقة بورن ماوث المنطقة الساحلية هل هي أعلى من 20 إلى 24 السنة من أعمار من 20 إلى 24 موجودة باليوكي؟ فأنت راح تجي شنو؟ راح تجي تقام. وأيضا يبقى يقسم أنه من 24 إلى 28 هل هي أعلى أو أقل؟ الدور من 28 إلى 34، الدور من 34 إلى 50، وهكذا يبدي يقسم. من هنا شنو؟ هاي مهمة، يقول لك كل ما تقلل الفارق بين الأعمار، يعني شنو؟ يعني تقول 20 إلى 22، 22 إلى 24، 24 إلى 26، كل ما تقللها مو تكبرها مثلا 20 إلى 50، لا، كل ما تقللها راح يؤدي ذلك إلى شنو؟ little compounding. وبالتالي هاي القيمة مال rate ratio أو incidence rate ratio راح تكون أكثر قبولا وأكثر شنو واقعية، واضح؟ زين، بس على هذا الحاشية إذا أنت راح تسوي لك في 10 age group إيش راح يطلع؟ تجي تقدم البحث معتك وتلقى هذين 10 أرقام، من يجي هذا القارة من يقرأ يدوخ. فالمشكلة اللي بهاي يقول لك but the result is difficult to interpret as you get too many answers، يعني انت راح تحصل كل هواي اجابات، يعني اذا تنقسم 10 age group راح يطلع لك 10 incidence rate ratio، اذا نقسم الى 100 age group راح يطلع لك 100 راح يطلع لك شنو، يطلع لك 100 incidence rate ratio، وهاي كل هواي. فهسه احنا راح نجي نشوف لنا الطريقة الثالثة واللي هي SMR، اختصار Standardized Mortality Ratio. من وين يجي واحد يسأل يقول لك يا بي الـ Incidence Rate Ratio والـ SMR يا هي الأفضل؟ هذا هو اللي دائما السؤال ينسأل. شو الـ Incidence Rate Ratio؟ توخر الـ Confounder، واضح؟ لأن احنا قاعد نقسم حسب الـ Age Specific، والاس ام ار ايضا توخر الكونفاوندر، ولكن الفرق هاي تعطيك قراءه وحده، هاي فشي كلش زين، بعد انت بحثك راح يصير ارتب، بينما هذا ايش قد تقدم؟ اذا انت مقسم 10 ايج جروب راح تعطيك 10 قراءات، اذا مقسم 100 ايج جروب راح تعطيك 100 قراءه، واضح؟ فهذا فشي سلبي به، هذا فشي ايجابي. زين، هنا راح تتخلص من هاي المشكله مال many أو multiple age group multiple result قراءات المختلفة. الـ SMR شي قلق يقلق انه انت راح تاخذه وين بالـ small group، بس احنا راح نجي نشرحها بس دقيقة يكتب قانون بالـ SMR. شون قلنا نطلع القانون مالته انه total observe، هذا كلش بسيط، ليش؟ لان هذا هو راح يعطيك اياه بالـ شو اسمه، يعطيك اياها بالسؤال، يعطيك مع الاوبزرف، هو مو راح يجيك اياها مثلا مقسم لك اياها الى اعمار، ينطيك مثلا العمر من 20 الى 24 هل قد كيسات، ومن 24 الى 28 هل قد كيسات، وهكذا ايش قد هو مقسم لك اياها. فهذين الكيسات اللي منطيك اياهن شنو راح تجي انت تجمعهن، هذني كل وحدة observe one observe two تجمعها طلع observe total وتحطها هنا، هذا كلش بسيط. على شنو؟ تقسم observe على expected تضربه في 100%. أنا هسه هدفي مو أشرح لكم القانون، لأن القانون ما راح تفهموه إذا ما تشوفون شنو small group، والsmall group هم راح أحاول أرفق ويا الفيديو هذا، فأنه أضرب الدور في 100، إذا طلعت أكبر من 100 زين، من الدور الأوبزيرف توتال أوبزيرف على التوتال إكسبكتد أضربه في 100، الدور هاي القيمة اللي تطلع، هاي القيمة اللي راح تطلع لي أقارنها ويا من؟ أقارنها ويا 100، إذا طلعت تساوي 100 فمعناها شو؟ نفس الفكرة مال واحد، هناك كنا بالإنسنس ريت ريشيو كنا نقارن بواحد، هنا نقارن ب 100، إذا طلعت تساوي 100 فمعناها ماكو فرق بين الإكسبوجر والإنكسبوجر، ماكو فرق بين، وبالتالي الريسك فاكتور هذا ما له علاقه ولا مسبب، اذا طلع اكبر من 100 فمعناها شنو؟ الريسك فاكتور اسوسيشن مرتبط وله علاقه، اما اذا طلع اقل من 100 فايضا شنو؟ فمعناها انه اذا تدخن راح ف يعني انه التدخين شو كانما مفيد للصحه. فهنا انا ما اشرح لك يعني اذا اكبر، اذا يساوي 100، اذا اكبر من 100 واذا اقل من 100. هنا شيء يقول لك يا بأنه الـ SMR
شنو القانون the level of mortality اللي هي observed على مين قسمت قسمة على الاكسبكت. احنا ندري انه عندنا observe 1 observe 2 observe 3 فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نيجي نجمع هذني الاوبزرف كلهن ونطلع التوتال اوبزرف. الاوبزرف اللي هو مال الستدي اللي قاعد ندرسه، واضح؟ اللي احنا نريد ندرس المنطقه اللي احنا نريد ندرسها عليه من نقسمها على الاكسبكتد المنطقه المتوقعه، المنطقه اللي قاعد نقارنها اللي قاعد نقارن ويا منطقه ثانيه. فهاي الاكسبكتد شلون توتال اكسبكتد شلون نجمعها؟ ايضا expected 1 و expected 2 و 3 ذن يكونهن نجمعهن، واكيد هسه ما راح تفتهم شنو معنى هذا لحد ما اشوف مثال بعينك. فانا هسه نحاول اخلص عمود اروح للسمول جروب. فالانسيدنس ريت مال expected، واضح اللي هي انسيدنس ريت مال expected الاول، يعني احنا ندري راح نلقاها مقسمات حسب الايج جروب، فناخذ مال expected الاول نقسمه على 1000 نضربه في البوبوليشن مال الستدي الاول. شوف هذا مال اكسبكتد 1، ايضا نجمع حل الاكسبكتد 2 والاكسبكتد 3 حسب اذا عندنا 4 5 دون نجمع نطلع التوتال اكسبكتد، وهذا نقسم توتال اوبزرف على توتال اكسبكتد ونضربه في 100. يعني الأريدة من عندك هسه حاليا انه بس تعرف القانون الرئيسي اللي هو هذا القانون، واضح؟ وتعرف ان القيمه تطلع اذا اضربها القيمه اللي تطلع قارنها ويا اني الاس ام ار احنا قاعد نستعمله بين منطقه ومنطقه. هنا انا همات معطينا مناطق كل وحده مالته يريد من عندها نحسب، وهنا انا عود همات منطق مثال. فهنا الكيبوينت مالتنا اللي تعلمناها عرفنا شنو هو الانسيدنس وشنو هو البريفلنس، واضح؟ بس انزل سوبرفيننس تذكر لي القانون مالتهن، حتى من القانون راح تعرف كل شيء تحل، وكذلك عرفنا فائدتهن وحلينا مثال على كل واحدة منهن. زين نجي وعرفنا الانسيدنس ريت ريشيو استعملناه على مود نعرف شنو الكوزز وعلى مود للتريتمنت. والانسيدنس ريت ريشيو كنا نقارنه ويا من ويا الواحد، اذا يساوي واحد اقرن واحد اصغر من واحد. الاس ام ار كنا نستعمل على مود شنو؟ على مود ايضا على مود نقلل الكوفاكتر هو كوفاكتر على مود نقلل الكومفاوندر هو الانسيدنس ريت ريشيو ايضا شنو نقلل به الكومفاوندر. ولكن شنو الميزه اللي ميزت الاس ام ار؟ انه ينطينا قراءه واحده، واضح؟ هسه نجي نروح هنا بالسمول جروب الرابع. شنو الفكره من عنده؟ انه كارديولوجيست كان قاعد بالاستشاريه اللي هو يعني ايش لاحظ انه وكان متوقع هذا الشيء انه اكثر شيء قاعد يمرون عليه اللي هم اسيويين ويموتون، يعني قاعد يموتون اكثر من غير اسيويين. فراد يسوي مورتاليتي ريت ويقدمها للمسؤولين بالصحه، فمن اجى حسب المورتاليتي ريت مال الاسيويين والمورتاليتي ريت مال غير اسيويين. مورتاليتي ريت قانونها اللي هو ديث على توتال بوبليشن، الكرود مورتاليتي ريت خام نفس ما هي لا غير بالعمر ولا نفس الارقام الموجوده قسمها. فقسم 90 على 42 الف وضربها في الف على مود شنو شوي يكبر الرقم، لان مثل ما قال شنو قسم 90 على 42 الف فراح يختصر الف في الف، ايش قد يطلع عندنا ناتج 2.14 بير الف. هاي من الاسيويين، شوف ايش منطي هنا، منطي انه يقول لي يا بالاسيويين 90 حالات وفاه على 42 اللي هو توتال بوبوليشن، وهاي للاسيويين. والغير اسيويين 407 و168 الف، هاي المال اللي نون اسيوي. فاجى هم حسب المورتاليتي ريت، فاجى الدور حسب المورتاليتي ريت مال الغير اسيويين ايضا حسب المعطيات العده 407 اللي هم 200 قسموا على 168 الف ضربهم في 1000 فاختصر 1000 في 1000، ايش قد طلعت الناتج؟ طلع 2.42 بير 1000، واضح؟ هاي الغير اسيويين. فتفاجئ انه شاف الارقام تحت الشكل بالواقع شيء ثاني. زين لاحظ انه خلاف ما كان متوقع انه طلعوا الغير اسيويين اكثر، فاجى سوى هو شاف له طريقه ثانيه اللي هو ايج سبيسيفيك، واضح؟ قسمهم الى اعمار مجموعه اعمارهم، يعني جاب الاسيويين قسمهم الى ثلاث مجاميع اللي هي من 25 سنه الى 44 سنه، من 45 الى 64 وفوق ال 65 سنه، هاي المال الاسيويين. والغير اسيويين ايضا قسمهم الى نفس الاعمار اللي من 25 إلى 44 سنة ومن 45 إلى 64 سنة وفوق 65. وإجا هو إيش عده؟
عند للآسيويين حالات الوفاة إيش قد 90، هاي 90 كل من وطاه استحقاق، يعني الأعمار هاي 90 خو مو كلها من 25 سنة، هاي 90 تمثل التوتال. فاجا قسمهم قال يا اللي أعمارهم من 25 إلى 44 شاف الإحصائيات لقاهم 5 ميتين، أعمارهم من 45 إلى 64 لقى أعمارهم إيش قد لقى المتوفين هم 15، واللي فوق 65 لقى المتوفين هم جت 70 واحد، وجاب الغير آسيويين اللي هم 407 واضح أيضا قسمهم إلى شنو حسب الأعمار مالتهم كل من الطاب شو اسمه، فهاي هم مقسمين إياه ما لنا علاقة بيه إحنا زين. فهنا هذا الشيء يسموها الكيس 1 او الاوبزيرف 1 يعني مالت من مال الاسيوي، هذا اوبزيرف 2 مال الاسيوي، اوبزيرف 3 مال من الاسيوي، وهنا ايضا عندنا اوبزيرف 1 مال الغير اسيويين والاوبزيرف 2 مال الغير اسيويين والاوبزيرف 3 مال الغير اسيويين. اوبزيرف يعني الكيسات الملاحظه واضح زين. فاجا سوى هو اجى حسب الانسيدنس ريت اجى استعمل ايج سبيسيفيك وراح يحسب لنا شنو، يحسب لنا الانسيدنس ريت ريشيو. اذا يريد يحسب الانسيدنس ريت ريشيو شنو قانونها، قانونها الانسيدنس ريت مع الاسيويين او مع الاكسبوجر على الانسيدنس ريت مع شنو مع الغير اسيويين او النون اكسبوجر واضح، نون الغير اسيويين. فيكون هسه شيء سوى هو يحسب الانسيدنس ريت، فاجي قانون الانسيدنس ريت يقول لك النيو كيسز على يمين على التوتال بوبليشن في البيريد الفتره الزمنيه ويضربها في 1000. فالنيو كيسز ايش قد هم 5 توتال بوبليشن مال كل فئه عمريه طبعا اللي هي ايش قد 25، فقسم 5 على 25 فتره زمنيه اللي هي سنه واحده واضح هو ذاك المقياس سنه واحده، ف5 على 25000 الدور رجع ضاربها بما في 1000 فمطلع القيمه ايش قد هي 0.2 بير 1000 يير، وطلع الانسيدنس ريت 2 مال الاستدي. شوف الاسيويين هم الاستدي اللي قاعد ندرسهم، النون اسيويين هم شنو الاكسبكتد المتوقعين او عيفهم اللي هم احنا قاعد نقارن بيهم، هسه هاي بعدين تفيد المعلومه زين. نجي هسه الدور للانسيدنس ريتيو، قسم ال 15 على 10000، 15 على 10000 في الفتره الزمنيه اللي هي سنه واحده بير 1000 ضربها في 1000 طلع عدها 1.5، ونفس الشيء طبقه هنا. اجى على الغير اسيويين ايضا جاب النيو كيسز اللي هي 10 قسمها على 10000 الفترة الزمنية هي 1 فوخر وحدة بهاي الدور رجع ضرب في 1000 اختصر هاي ويا هاي ايش قد طلع عدى هنا 70000، ايش قد طلع عدى الناتج اذا على 70000 وعلى 70000 يطلع تقريبا ايش قد يطلع 0.14 زين. هنا هم ال 52 ايش سوى النيو كيسز نكتب هذا على 52000 اللي هو total population في البريد الفترة الزمنية واحدة في 1000، فهاي الألف راحت ويهنا 52 و52 قد طلع عدى الانسيدنس ريت 2 طلع عدى الانسيدنس ريت 2 1، والانسيدنس ريت 3 طلع عدى شقد هما تقسمها طلع عدى 7.5، فش صار عدى صار عدى انسيدنس ريت 1 للآسيويين وانسيدنس ريت 1 للغير آسيويين، وصار عدى انسيدنس ريت 2 للآسيويين وانسيدنس ريت 2 لغير الآسيويين، وانسيدنس ريت 3 للآسيويين وانسيدنس ريت 3 دي غير الاسيوي بس خلينا زين. فبالتالي اجى سوى هو طلع الانسيدنس ريت ريشيو مال الاولى اللي هي الانسيدنس ريت مال الاسيويين على الانسيدنس ريت مال الغير اسيويين مال الاسيويين على النون اسيويين، طلعنا الانسيدنس ريت ريشيو واضح هذا القانون مال الانسيدنس ريت ريشيو طلعت 1.4، والانسيدنس ريت ريشيو الثاني طلعت 1.5، والانسيدنس ريت ريشيو الثالثة طلعت 1.3. هاي قارنها ويا الواحد طلعوا الآسيويين أكثر من غير آسيويين لأن يعني طلعت أكبر من واحد، هنا أيضا قارنها ويا الواحد طلعت أكبر من واحد، وهاي أيضا طلعت أكبر من واحد، وإحنا قلنا بالش اسمه إذا أكبر من واحد فمعناها الآسيويين فمعناها الإكسبوجر أكثر من نون إكسبوجر، آسيويين أكثر من غير آسيويين. هسه هو اقتنع راد يروح يقدمها للمسؤولين، إيش لاحظ؟ لاحظ أنه صار عدة ثلاث قيم واضح؟ يعني ثلاث نتائج، فراد شنو؟ يرتبها شوي الشغلة يخليها ناتج واحد، فاستعمل قانون الـ SMR زين. قانون الـ SMR شي يقول لك؟ يقول لك الـ Total Observe مال الـ Study على الـ Total Expected مال الـ
النون آسيويين المتوقعين، يعني احنا قلنا بالبداية انه الاستدي هم من الآسيويين، الاكسبكتد هم من النون آسيويين. فالأوبزيرف كلش بسيطة، توتال أوبزيرف تجي لهنا عندك أوبزيرف 1 أوبزيرف 2 أوبزيرف 3 تجمعهم ايش قد يطلع لك؟ يطلع لك أوبزيرف توتال اللي هو 90، أو هو مرات هذا ويا متكية 90، فت يعني كلش بسيط. هذا حطيناه 90 والقانون يقول لك يكون تضرب فيه 100 هاي 100، بقى شنو؟ بقى الاكس توتال اكسبكتد. توتال اكسبكتد شنو قانونه؟ اللي هي اكسبكتد 1 زائد اكسبكتد 2 زائد اكسبكتد 3. زين هسه احنا نريد نروح نجمع الاكسبكتد 1 نطلع ونطلع الاكسبكتد 2 ونطلع اكسبكتد 3 ونطلع، عندنا يكون الدور نجمعها نطلع توتال اكسبكتد. قانون الاكسبكتد شو يقول؟ يقول انه الانسيدنس ريت مال الاكسبكتد، هاي ركزوا به، مال الاكسبكتد تقسم على الف الدور الضربه بالبوبوليشن مال الستدي. اذا كان هذا مستعمل الاكسبكتد 1، اذا تريد الاكسبكتد 1 يكون شنو؟ البوبوليشن 1. يعني شنو؟ حسب القانون يقول لك يا شنو الانسيدنس ريت مال الاكسبكتد 1. وين الانسيدنس ريت مال الاكسبكتد 1؟ هاي الاكسبكتد، هاي ال1، واضح؟ هاي الاكسبكت الانسيدنس ريت مال الاكسبكتد 1 اللي حصلناها من تقسيم هذا على هذا في بير الف، واضح؟ هاي بمن تضربها؟ هاي تضربها في التوتال بابوليشن مال الستدي 1 اللي هو هذا بيه. هذا الستدي، هذا الستدي الاسيوين الستدي، هذا ال1، هاي اوبزرف 1، وهاي التوتال بابوليشن 1. فبمن تضربها؟ هاي الانسيدنس ريت 1 اللي هي مال الاكسبكتد تضربها بمين؟ تضربها بالتوتال بوبوليشن مال 25. وما ننسى انه نقسمها على الف، يعني هاي اذا ناخذها لازم نقسمها على الف. ليش لازم نقسمها على الف؟ هاي ليش لازم نقسمها على الف؟ لان احنا اصلا هاي جايه من هاي، شلون حصلناها؟ ضربناها في الف وحصلناها. هنا يقول لك لا، هي مو تضربتها بالف، يقول لك لا هاي انا اريدك توخرها. فالاو بوينت 14 او بوينت 14 تقسمها على الف، دور تضربها في 25 الف. زين الاكسبكتد 2 هم ما تسهل، بس دقيقه، الاكسبكتد 2 انه تضرب لك الانسيدنس ريت حسب القانون. القانون شو يقول؟ يقول انه نضرب الانسيدنس ريت، القانون يقول انه نضرب الانسيدنس ريت للاكسبكتد، اذا احنا نريد نطلع 2 نضرب الانسيدنس ريت للاكسبكتد 2 نقسمها على الف ونضربها في total population مال study 2. فهاي الـ incidence rate مال expected 2 نقسمها على الف ونضربها بيما في total population مال study 2. وإذا أريد نطلع expected 3 هم نفس الفكرة، هاي نقسمها على الف ونضربها في 7000. فهنا كل واحدة حالها أنه مقسم على الف وضارب في التوتال بوبوليشن، وهنا ايضا نفس الشيء. طالع عندنا كل وحده القيمه مالتها، كل وحده طلعنا القيمه مالتها اللي هي الاكسبكتد 1 قسمنا ال 0.14 على الف في 25000، طلعت القيمه مالتها 3.6. وكذلك البقيه الاكسبكتد 2 هاي قيمتها والاكسبكتد 3 هاي قيمتها، حصلنا الاكسبكتد توتال. هسه احنا الاوبزرف توتال هاويه، الاوبزرف توتال هاي الاوبزرف توتال، الاكسبكت توتال حصلناها استونا اللي هي شقد؟ 66.1. نقسم 90 على 66.1 نضربها في 100 تطلع لنا الاس ام ار. هاي الاس ام ار من تطلع الناتج نقارنها ويا 100، اذا طلعت نقارنها ويا 100، اذا طلعت اكبر من 100 فمعناها شنو؟ معناها اذا طلعت اكبر من 100 فمعناها الانسيدنس، اذا طلعت اكبر من 100 فمعناها الاسيويين صدق المورتاليتي ريت مالتهم اكثر من غير اسيويين. اذا طلعت تساوي 100 معناها ماكو فرق بيناتهم، اذا طلعت اقل من 100 فمعناها غير اسيويين اكثر من الاسيويين. ومن خلال هاي السيشن الثالث عرفنا شنو الانسنس والبروفيننس وقوانين كل واحد من عندهم، عرفنا الانسنس ريت ريشيو وقانونها وشلون نستعملها بالريسك فاكتور وبالتريتمنت، وكذلك عرفنا الاس ام ار، وجينا قالوا بالمحاضرة انه بالسمول جروب راح تتعلموها، جينا للسمول جروب وعرفنا شلون نحل الاس ام ار، قوانين الاس ام ار. اهم شيء بالاس ام ار اللي هو التوتال اوبزرف على التوتال اكسبكتد في 100%. التوتال اوبزرف
هو للدراسة مالتي اللي قاعد أدرسها، للمنطقة اللي قاعد أدرسها، للستدي، واللي هو منطيني إياها جاهزة، ما أتعب نفسي بيها قبل أجمع 5+15+90 أو ألقاها فوق 5+15+70 أو ألقاها فوق اللي هي 90 هسه. والمية بالمية هي المية هاويها موجودة، يبقى لنا شنو بس التوتال اكسبكتد. بالنسبة للتوتال اكسبكتد قلنا انه لازم نطلع الاكسبكتد 1 اكسبكتد 2 اكسبكتد 3 من خلال هذني هذا القانون، وهو تطبيق عندنا مباشر ما في اي صعوبة. وهذا هو الاس ام ار، وقلنا انه الانسيدنس ريت ريشيو نقارنها ويا من؟ ويا الواحد. اذا تساوي واحد اكبر من واحد اصغر من واحد. بينما الاس ام ار نقارنها ويا 100، اكبر من 100 اصغر من 100 او تساوي 100. هنا هنا خلص السيشن الثالث، جنت وياكم صادع نافع الاسدي. اذا استفاديتم من المحاضره اقرا الفاتحه لوجه الله، اهدوا ثواب الام والبنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.